بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم أمين أكاديمي. أولا أنصحكم يعني جميعا بالاشتراك في قناة محمد أمين أكاديمي، محمد الأمين أكاديمي. واليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا بالنسبة لجميع طلبة الطب، بما أننا نعتبر أن الفيزيولوجي هي من أهم المواضيع أو تعتبر يعني من الأساسيات، في من المقاييس الأساسية في كلية الطب البشري. بما أن إحداهن طلبت مني أن نتحدث قليلا عن مادة الفيزيولوجي، أهم المراجع يعني، وكيف تدرس مادة الفيزيولوجي، طريقة دراسة مادة الفيزيولوجي. وبالأهم اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا، هو عن أهم المراجع والقنوات، يعني قنوات يوتيوب فور فري، يعني بالمجان تجدون، بالمجان دروس، بالمجان أو ربما الاشتراك. أولا سوف نبدأ بالقناة، تسمى قناة دكتور نجيب. الجميع ربما يعني هو دكتور نجيب، مليون مشترك في قناة دكتور نجيب. ربما تجدون دكتور نجيب إيسي هنا، ربما تجدون بعض الدروس فور فري يعني مجانية هنا في اليوتيوب، ويمكن الاشتراك عن طريق يعني في قناته وفي موقعه الخاص ب$5 فقط، يعني مبلغ زهيد. إذن هذا دكتور نجيب. أولا دكتور نجيب دروسه، ثم بعد ذلك الكثير من الناس يواجه صعوبة يعني، أو ربما يحتاج بعض الكتب لفهم الفيزيولوجي، ومن بين الكتب هي BRS فيزيولوجي set edition. دونك BRS فيزيولوجي، كتاب BRS في الفيزيولوجي، كتاب جميل جدا. هو والدكتور نجيب يعني عندما تكون يعني مبتدئ في الفيزيولوجيا او لا تفهم شيء، ليس لا تفهم شيء يعني في بدايه الامر، يعني لم تكن او ماده في فيزيولوجي كاردياك او نوروفيزيولوجي لم تكن تفهم فيها كثير، انصحك بالكتاب BRS فيزيولوجي مع الدكتور نجيب. ولو لاحظنا في هذا الكتب، جميع الكتب الفيزيولوجي، جميع هذه كتب BRS فيزيولوجي، مثلا نختار اي كتاب اي كتاب هنا للBRS فيزيولوجي، وسنلاحظ شيء جميل جدا قد يساعدكم يعني في اختيار كتب الفيزيولوجي. مثلا هنا البRS فيزيولوجي، انتقلنا الى منصة امازون، يعني BRS فيزيولوجي في الواجهة هنا، كتاب جميل يعني يعتبر من دائما ينصح به كتاب، هذا الكتاب في الفيزيولوجي، والمؤلف دائما مؤلف ليندا كوستانزو. دونك هذا المؤلف ليندا كوستانزو ايضا كاتب لي كتاب اخر يسمى ليندا كوستانزو فيزيولوجي. إذن BRS فيزيولوجي وليندا كوستانزو للفيزيولوجي، هذا كتاب لليندا كوستانزو في الفيزيولوجي. لاحظوا هو كاتب بالBRS وكاتب ليندا كوستانزو فيزيولوجي. إذن هذه الكتابين ليندا كوستانزو سي 5 إديشن، وهنا 4 إديشن، وهنا 5 إديشن. إذن اختار يعني أي كتاب ليندا كوستانزو، إذن لاحظوا كتاب 6 إديشن، الإصدار السادس للكتاب ليندا كوستانزو فيزيولوجي. إذن يمكنك أن تحمل ليندا كوستانزو للفيزيولوجي زائد BRS فيزيولوجي، كتابين يمكنك أن، لأن دكتور نجيب يمشي على ليندا كوستانزو فور فيزيولوجي حرف حرف، كلمة كلمة، فاصلة فاصلة. لهذا ننصحك أبلود ليندا كوستانزو فيزيولوجي مع BRS فيزيولوجي، الكتابين تجمعهم زائد دكتور نجيب ليكتور، يعني حتى تكون لديك مرجع ليندا كوستانزو 6 إديشن
زائد بي ار اس فيزيولوجي زائد دكتور نجيب. هذا اذا كنت يعني مبتدئ، اما اذا كنت تعرف يمكنك ان تذهب مع اي اوتر ليكتور كابلن فيديوز او اي سلسله دروس في الفيزيولوجي الاخر. اذا كنت تحب نوع الفيديوهات هناك ايضا سلسله فيديوهات على غرار دكتور نجيب. هو دكتور عربي على ما اعتقد اسمه دكتور دكتور ناجي ناجي دكتور ناجي دكتور ناجي نجيب ودكتور ناجي دكتور ناجي ناجي فيزيولوجي لكتور. إذن هذا دكتور ناجي هي أيضا قناة في اليوتيوب موجودة دكتور ناجي فيزيولوجي باي دكتور ناجي 70,000 مشترك تقريبا 70,000 مشترك. أشكر دكتور ناجي لدروس الفيزيولوجي من البيزك من الفيزيولوجي بسيكولوجي. لاحظوا دكتور ناجي كراش كروك عربيك ميتابوليزم دكتور ناجي ودكتور نجيب دكتورين يبدأين بالنون ويدرسان الفيزيولوجي بشكل رائع جدا. إذا أنصحك بالدكتور نيجي إذا لم تفهم من شيء، دكتور نجيب البي ار اس وليندا كوستانزو زائد دكتور نيجي للفيزيولوجي. هذا ربما تعتبر أفضل قناتين بالإنجليزية يعني المتحدثة بالإنجليزية فيزيولوجي بالإنجليزية. بالنسبة للمتابعين بما أننا ندرس بالفرنسية هو تورنتو تورا تور تورا تور تورا في أناتومي فيزيولوجي مان سيت ان ليفر كاتريام إديسون إيسي الإصدار الخامس هنا الرابع هنا لأناتومي ديريكسون تور تورا. هو مترجم ربما للإنجليزية تورتورا نجرب هل يوجد بالإنجليزية تومي. إذن هو إصدار إنجليزي مترجم للعربية تورتورا Principle of Anatomy and Physiology ويوجد كما قلت الإصدار باللغة الفرنسية مترجم يعني للغة الفرنسية يمكنكم أن تشاهدوه كما أخبرتكم تورتورا. هذا بالنسبة هذا ربما أعتبره من الكتب الجميلة جدا في الفيزيولوجي الفيزيولوجي بالفرنسية. إذا بالنسبة للمتابعين الإنجليزيين والإنجليزية لديكم البي ار اس فيزيولوجي ليندا كوستانزو دكتور نجيب دكتور نيجي وفي النهاية يعني هذه هي أهم يعني الدروس في الفيزيولوجي. عادة يعني لا يوجد بالنسبة للفيديوهات لا يوجد كثير من الفيديوهات في الفيزيولوجي بالفرنسية. أنا سأحاول يعني إن شاء الله في القناة محمد أمين أكاديمي إذا يعني إذا كان في العمر البقية أكيد أن نقوم ببعض من بعض من الدروس في مادة الفيزيولوجي بالفرنسية خاصة يعني الناطقين بالفرنسية. أما إذا كان يعني لديكم اقتراحات حول ربما الإنجليزية وغيرها فسوف نحاول قدر الإمكان أن نقوم بـ 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 بالدروس بالإنجليزية. لما لا أن نتحدث بالإنجليزية بما أن الجميع يعني هي لغة عالمية. بالنسبة لبي ار اس فيزيولوجي بي ار اس فيزيولوجي ليندا كوستانزو أو بي ار اس فيزيولوجي ليندا كوستانزو أو فيزيولوجي ليندا كوستانزو هم كتابين يعني على الأرجح يعني تجدونهم متوفرين على غرار تورتورا الذي للأسف لم أجده ولم أتمكن من تحميله. إذا هذه يعني أهم شيئين يعني في الفيزيولوجي. ودائما أنصح زعما بتفرج بمشاهدة تفرج أو مشاهدة الفيديوهات لدكتور نجيب أو دكتور نجي. الدكتور نجي حتى الآن يعني لم أتفرج لم
استطيع المشاهدة، لكن هم نصحوني به، يعني إن كان لدي وقت يعني سوف أشاهده وأعطيكم يعني انطباع بعد مشاهدة دكتور نيجي فور فيزيولوجي باي دكتور نيجي. وفي النهاية أشكركم لحسن المتابعة، لا تنسوا بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم الذين يطمحون أو يحضرون للامتحانات أو USMLE أو معادلات أو يحضرون أو يريدون أن يستمتعوا بالفيزيولوجي. وفي الآخر أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام.